الشيخ، مرحبا بك يا شيخنا ومرحبا وحفظك بك الله. وأهلا وسهلا الله يا أخ يحفظك. محمد قريش، وفقك الله. اللهم ولنا مع اسمك مناسبات، لنا مع اسمك كقرشيين مناسبات. أولا من المناقب لقبيلة قريش، نذكر مناقب قبيلة قريش، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فقبيلة قريش الأئمة من قريش، يعني لا يصلح أن يكون إمام عام للمسلمين كلهم إلا قرشي. اشترط الجمهور القرشية في الإمام، أما غير الجمهور كالشيعة فأضافوا شرطا هو أن يكون هاشميا، أما الإيرانيون فاشترطوا أن يكون قرشيا هاشميا حسينيا، يعني لا لازم يكون من نسل الروافض. المهم أرجع فأقول ونزلت في فضيلة قريش سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى لله في قريش. أعود إلى ما تفضل الشيخ محمد قريش. شيخنا بارك الله فيك، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بابا بعنوان في مسح النبي صلى الله عليه وسلم، بعنوان في مسح النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قلدتنا وقلت عنوان؟ هل عنوان أفضل أو عنوان أو أنت حررتها؟ عنوان هكذا قال واللغة السماع. نعم لا أدري ما بويس يثير، هذه مسألة خاصة حسب الإنسان. قال الإمام الطحاوي باب بيان، هو تشبع بما قال شيئا، هو تشبع بشيء الرجل الكريم. واصل. أورد الإمام الطحاوي رحمه